عموما يعني من خلال يعني سنوات ماضية فيه بعض اللاعبين العرب اللي تركوا بسمة في القارة الأوروبية على غرار رابح ماجير في الثمانينات مع اف سي بورتو، واللي حقق مع اف سي بورتو لقب دوري أبطال أوروبا عام 87 والهدف الشهير في النهائي في مرمى بايرن ميونخ الألماني. كان رابح ماجير يمتلك الرقم الوحيد العرب الوحيد اللي فاز بلقب هذه البطولة إلى غاية يعني ما توج ريال مدريد في 2017، وكان حكيمي ضمن القائمة لكن ما كانش يعني عنصر فعال مع ريال مدريد. 2019 الحدث محمد صلاح ساهم بشكل كبير في فوز ليفربول بلقب الشامبيونز ليج، كان وراء عدة أهداف من بينهم هدف النهائي في مرمى توتنهام في لقاء 2-0. اللاعبين العرب على مستوى أوروبا أيضا في بعض الأسماء اللي فرضت نفسها وأكدت تواجدها في التشكيلة الأساسية مع فرقهم، مثل هاني رمزي في التسعينات مع فيردر بريمر وكايزر سلاوتر في الدوري الألماني، نور الدين النيبت مع ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني، حاتم الترابلسي مع أجاكس أمستردام. لكن يعتبر يعني اللاعبين اللي تركوا بصمة في السنوات الأخيرة محمد صلاح مع ليفربول من خلال تشامبيونز ليج، كاس السوبر الأوروبي وأيضا كاس العالم للأندية، وكذلك مع رياض محرز اللي توج بلقب البريمير ليج مع ليستر سيتي في 2016 وحقق كل الألقاب المحلية مع مانشستر سيتي. ممكن يعني محرز الغلطة الكبيرة في اختياره للفريق اللي يلعب معاه بعد تجربة ليستر في السيتي مع غوارديولا، طريقة لعب مختلفة، الاعتماد على الاستحواذ والكرة الجماعية والمسافات القريبة ما بين الخطوط الثلاثة، هذا يشكل صعوبة وعائق على محرز اللي يحبد المساحات. محرز ممكن لو مشي لتوتنهام لأرسنال كان ممكن يكون النجم الأول. تبقى يعني لمحرز فرصة إثبات الذات وتأكيد أحقيته كلاعب أساسي مع الفريق باستمرار من خلال المواسم القادمة، هذا في صورة يعني رحيل عدة أسماء ونجوم من بينهم دي بروين بسبب العقوبة المفروضة على توتنهام أوروبيا، ونعرف أن عدة أسماء من بينهم أجويرو ممكن يغادر صفوف السيتي. على هذا الأساس ممكن رياض محرز نشوفوه يبرز ويتألق ويكون أساسي باستمرار في كتيبة المنصب. أعتقد رابح ماجير ومحمد صلاح. ماجير كان يعني مهاجم أنيق، كان صاحب أهداف حاسمة، ومحمد صلاح مكينة تهديفية. صلاح اللي دخل في منظومة ليفربول على مستوى صناعة الأهداف وحراز الأهداف، وأرقام رهيبة عند محمد صلاح. أعتقد أن الثنائي هو اللي فرض نفسه ووصل للعالمية على مستوى الأرقام. اللاعب العربي القادر على التألق في الملاعب الأوروبية والاحتراف بالنسبة للاعبين الموجودين حاليا في الأندية العربية الكبيرة، لا تصور هناك أي لاعب قادر أن يتألق، لأن الاحتراف يحتاج لعدة عوامل. أنك أنت تنجح في أوروبا، أولها انك انت تنتقل للملاعب الأوروبية في سن صغيرة، انك انت يكون عندك الإرادة والعزيمة والصبر ويكون عندك هدف يكون واضع اللاعب ضمن حساباته. واعتقد ان اللاعبين الموجودين في الأندية الأوروبية الأندية العربية الكبيرة، نصور الآن حتى عامل السن يلعب دور كبير، من الصعب انهم هم ينتقلوا الآن لأوروبا، ولكن لاعب عربي من ضمن اللاعبين المتواجدين في الساحة لا أتصور هناك لاعب قادر أن يتألق في سماء الكرة الأوروبية. كان ممكن في عدة لاعبين عرب لو انتقلوا لأوروبا في السن صغيرة كان ممكن يتألقوا، على غرار عمر السومة المهاجم السوري، على غرار يوسف المساكني اللاعب التونسي. لهذا يعني تقريبا يعني تجربة محمد صلاح
الانتقال لأوروبا في سن صغير وبدأ تدريجيا من الدوري السويسري لغاية الانتقال للدوري الإنجليزي وبعدها مرور للدوري الطلياني ومن إيطاليا انتقل ولعب في نادي كبير ليفربول. ممكن يعني تجربة محمد صلاح تكون يعني تجربة اللي تلهم اللاعبين العرب وتأكد أن الوصول إلى القمة ليس بالأمر المستحيل. دييغو أرماندو مارادونا. والله صعب الاختيار لأن يعني نستعين بالقول المأثور لكل زمان دولة ورجال. كل وقت يعني زمانه في تاريخ الكورة في عدة أسماء كان عنده فلسفة في الكورة وقدموا للكورة أسلوب جديد يعني ابتكروا أساليب جديدة على غرار الإنجليزي بوكنغهام اللي اخترع الفوتبول التوتال واللي طورها جوفاكس إلينيو إيريرا اللي أبدع في الكاتيناتشا في الستينات مع الإنتر أريغوساكي اللي أبدع في تطبيق الأسلوب الضغط العالي. ولكن اليوم العالم يتكلم بجوارديولا التيكي تاكا ويتكلم أيضا بعبقرية يورجن كلوب. لهذا أنا أرى هناك عدة عباقرة على مستوى تدريب لا يوجد يعني المدرب الأول المطلق في العالم. أفضل خمسة لاعبين عرب هم محمد صلاح، رياض محرز. محمد صلاح لعب ليفربول، رياض محرز لعب مان سيتي، إسماعيل بن ناصر الجزائري لعب ميلان الإيطالي، رامي بن سبعين الجزائري لعب مونشنغلادباخ الألماني، وأشرف حكيمي لعب بروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد. أفضل خمسة لاعبين في العالم أكيد يعني ميسي رونالدو 1-2، نيمار مبابي دي بروين. الكرة المصرية فيها نجوم كبار عبر تاريخ أساطير، ولكن يبقى بيبو محمود الخطيب هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية. أسطورتي المفضلة في الكرة العربية يعني منذ الصغر يعني كنت أحب أتفرج على الفنان الأخضر باللومي نجم الكرة الجزائرية في الثمانينات. أفضل لاعب في تاريخ الكرة الخليجية يعني حسب وجهة نظري في عدة لاعبين يعني برزوا بالكرة الخليجية، ولكن كلاعب متكامل في الملعب يوسف اثنيان لاعب السابق في المنتخب السعودي والهلال. محمد صلاح وأكيد يعني صلاح نتمنى يبقى مع نادي ليفربول لأن دخل بسرعة مع المجموعة، اندمج مع المنظومة، تأقلم بسرعة، تألق وأصبح يعني ركيزة أساسية. خروج من ليفربول ممكن يعني يكلف صلاح ثمر كبير على غرار كوتينيو اللي غادر ليفربول انتهى، وعدة أسماء لاعبين في السابق يعني عندنا أمثلة لما شفشكو غادر ميلان انتقل لتشيلسي، ضاع أيضا كاكا انتقل من ميلان لريال مدريد انتهى كاكا. وقبل ذلك على ذكر ليفربول في الثمانينات إيان راش كان هدف كبير للمهاجم الويلزي انتقل لليوفي أيضا لم يجد نفسه في الملاعب الإيطالية. لهذا محمد صلاح نصيحتي نتمنى يبقى ويواصل مشوار مع ريدز. رياض محرز هو أكيد يعني لن نتمكن من العودة إلى الوراء، لن نعود إلى قبل ثلاث سنوات أو أربعة، ولكن الآن خلاص هو مع المان سيتي. قبل الانتقال لمان سيتي كان ممكن يعني يختار فريق أفضل مثل فريق اللي ممكن يتألق معه مثل أرسنال أو توتنهام، ولكن أنا مع السيتي. إذا غادرت عدة أسماء صفوف النادي فأرى أن هناك فرصة كبيرة لأن يتألق ويصبح النجم الأول في الفريق، خاصة إمكانية خروج دي بروين وأيضا رحيل أغويرو ممكن ينتقل للإنديبندينت يرجع للدوري الأرجنتيني. ونعرف أن السيتي عنده مشاكل خاصة العقوبة المفروض عليه أوروبيا وعدم المشاركة في الشامبيونز ليج في الموسمين القادمين. أتصور أن بقى محرز مع السيتي أفضل، وهذا كان واضح خاصة خلال إصابة لرواسانية هذا الموسم أعطته فرصة للمشاركة، ولرواسانية خلاص في طريقة الانتقال لبايرن ميونخ. أتصور أن المكانة الأساسية باتت مضمونة للنجم الجزائري. مباراة ريال مدريد برشلونة 2017 في قاليات 3-2 تصر البارسا في ملعب سانتياغو برنابيو. أيضا في ذهاب موسم 2017 في 18 ديل فيرور مباراة مجنونة
شالكا 0-4 أمام دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة انتهت 4-4. الشوط الأول كان 4-0 لدورتموند، قلب الطاولة وعاد في الشوط الثاني شالكا، ولكن المباراة اللي تونس عام 2009 علقت مباراة من ملعب جيرلان في الدوري الفرنسي ما بين أولمبيك مارسيليا أمام أولمبيك ليون، مباراة على ملعب ليون وانتهى اللقاء 5-5. من المباريات اللي علقت عليهم للفرق المصرية ربع نهائي تشامبيونز ليج فريق 2017 لقاء الإياب، ترجي تونس أمام الأهلي المصري، لقاء الذهاب المنتهي في مصر 2-2. في ملعب رادس الأهلي انتصر 2-1 ثنائية علي معلول وأجاي، وأذكر الجملة الشهيرة اللي قلتها الأهلي المصري السادة اسألوا عنه العزيز جوجل والداهية الفيسبوك في الهدف الثاني سجل اللاعب أجاي. أيضا علقت في تشامبيونز ليج هذا الموسم مباريات عديدة الأهلي المصري نجم الساحلي في المجموعات، علقت في دور ربع نهائي تشامبيونز ليج لقاء الذهاب الزمالك المصري الترجي التونسي مباراة 3-1، علقت عدة مباريات الأندية المصرية، ولكن أهم مباراة الترجي الأهلي المصري 2017 إياب ربع نهائي تشامبيونز ليج. اللاعب المصري والعربي اللي تمنيت التعليق عليهم أكيد محمود الخطيب بيبو نجم الأهلي والمنتخب المصري، والنجم الجزائري الأخضر باللومي. اللاعب الليبي ذو موهبة كروية كبيرة والكل أشاد به، ولكن مشكلة اللاعب الليبي في مشكلتين، مشكلة اللاعب الليبي في التكوين للأسف، التكوين في ليبيا، وأيضا مشكلة اللاعب الليبي مازال ما عندهاش ثقافة الاحتراف اللي تتطلب التحلي بالصبر والحزيمة، ولكن لو اللاعب الليبي يتحلى بروح الإرادة قادر أنه هو يتألق ويسطع ويقدم نفسه في الملعب الأوروبية. اللاعب الليبي الحالي اللي يستلم المشعل من طارق التايب هو حمد الهوني، مهاجم فريق الترجي التونسي اللي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019، واللي تواجد مع الترجي في مونديال الأندية في قطر، وكان صاحب ثلاثية في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس لقاء الترجي أمام السد القطري، واللي دخل تاريخ بطولة مونديال الأندية كأول لاعب ليبي أو لاعب أول لاعب عربي سجل ثلاثية في لقاء واحد. عدة لاعبين محترفين في الخارج في الدوري الأمريكي، إسماعيل التاجوري ومحمد المنير، في الدوري البرتغالي مع فيتوريا جيمارايش المعتصم بالله المصراتي، في نادي الترجي التونسي حمد الهوني، الرجاء البيضاوي المدافع سند المرفلي، عدة لاعبين أيضا في الدوري المصري محمد الترهوني وأنيس سلتو ومفتاح تكتك. المشكلة اللي تواجه المنتخب الليبي هي وضعية البلاد، لو كانت الوضع وضع ليبيا في وضعية ممتازة وفي استقرار كان ممكن شفنا هذا الجيل يتألق ويحقق نتائج ملفتة ويكون يعني من أبرز المنتخبات في أفريقيا، لكن أنا أثق في هذه المجموعة خاصة من خلال الفترة القادمة قادر هذا الجيل أن يتأهل لكأس أفريقيا اللي أصبح حتى ضم 24 منتخب في انتظار هذا الجيل يتحرر ويكون قادر على الارتقاء بمستوى كرة القدم الليبية ويحمل مشعل الأمل، وإن شاء الله يعني منتخب الفرسان في هذه الفترة يكون قادر على تحقيق الأمنيات المنتظرة من جانب الجمهور الليبي.